مبدئيا يعني كما قال الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. الإحساس دوت يعني عشان الحرمان أو الشير، يعني أنا في حياتي جربت الاثنين، ولذلك أقدر أشعر بالمعاناة اللي بتعانيها أي أسرة محرومة. من أيام المرحوم والدي كان سني 8 سنوات، وعيشت في تصرفاته تشرفت بيها الحقيقة، لأنه كان رحمة الله عليه كان خير بطريقة طيبة. إن هو أهم حاجة عنده كان يراعي كرامة أي إنسان يتعاون معاه، وكان برضو يتعاون في أمور بسيطة جدا للغاية، وديت نفعتني فيما بعد إن أنا أعمل مشروعات بسيطة، ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى بيطرح فيها البركة، وكان لها مربوط طيب. يعني من البداية حتى الآن أنا كنت بعتمد على نقود الشخصية، وهي كلها طبعا مبالغ بسيطة جدا، لدرجة أن القرض كان يصل من 7 جنيه ل10 جنيه ل20 جنيه في الحدود دي. ولكن كانت النية سليمة من الطرفين، مني ومن الطرف الآخر، مفيش طرف آخر خد 7 ولا 10 ولا 20 إلا واستثمرهم بطريقة فيها إخلاص، وربنا فرح البركة، لدرجة أن بعضهم بمبلغ 10 جنيه عمل قدرة فول، وبعد حدود سنة كان عنده محمول هو ومراته، واتخلت حياتهم نقلة طيبة جدا للغاية. كنت لما أدخل لأسرة من الأسر الفقيرة المحرومة دي، ولا حالتهم النفسية سيئة نتيجة طبعا ظروفهم المادية الصعبة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقدرني أعمل معهم حاجة بسيبهم، ولقاهم حصل تغيير طيب، ان هم تحولوا من حاله كآبه وبؤس الى حاله نوع من السعاده والرضا. بتركهم سعداء وانا ماشي بكون اسعد منهم. هي علاقة إنسانية خالصة لوجه الله، دي خلاصتها. يعني فأنا بشعر في أي عمل أعمله إن كان ممكن أعمل أحسن من كده اللي ربنا قدرنا عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم إذا كان حصل أي شيء من التقصير. يعني الأصل إن أنا فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة طيبة جدا للغاية، وهو القناعة في حياتي. بشعر بالقناعة في أكلي وشربي ولبسي وحياتي، فما فيش أي وضع من الأوضاع جذبني أو جرني متلهف عليه أو أجري وراه لهث الأنفاس زي ما بيقولوا، إنما كنت دايما عايش عيشة الحمد لله، عندي بفضل الله سبحانه وتعالى عندي استقرار نفسي داخلي طيب طيب للغاية، ودي نعمة كبيرة. هو طبعا يكفي حاجة واحدة، رضا الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء، لأن اللي بعمله طالما يرضي الله هيرضي الرسول صلى الله وسلامه عليه. أتمنى من الله أن يكون عند حسن ظن ربنا ويجعلني من المرضى عنه.